شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الرسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحباب الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات معشر المشاهدين والمشاهدات معنا في هذه الأمسية الطيبة وعبر شاشتكم قناة القرآن الكريم مع برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا. نحييكم ونرحب بكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد باسمكم جميعا أن أرحب بالغ الترحيب بضيوفنا وشيوخنا الكرام، الشيخ أبو عبد السلام حياكم الله شيخنا الكريم، عودة ميمونة إلى منبر الإفتاء إن شاء الله، وعطلة إن شاء الله كانت موفقة وسعيدة الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وباسمكم كذلك نرحب بشيخنا الفاضل الدكتور كمال بوزيدي، فحياك الله دكتور كمال، أهلا وسهلا، كل التوفيق واليوم إن شاء الله فيما تقدم عليه ويقدم عليه مشايخنا الكرام من البيان للمسائل من إجابة السائلين والسائلات في موسم جديد وشبكة برامجية جديدة إن شاء الله. إن شاء الله بكم أهلا سمحكم وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. إذن يا أحباب الكرام، كما عودناكم دائما نتلقى الأسئلة بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد. في لقائنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنا وقفة مع آية كريمة في كتاب الله تبارك وتعالى يقول فيها مولانا قولا كريما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية الكريمات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرت الآية الكريمة معصيتين لهما علاقة عضوية بينهما، وكلاهما متعلقة بالأخرى. المعصية الأولى هو الإفساد في الأرض، والله تعالى حذرنا من الإفساد في الأرض، يعني معناها أن تفسدوا في الأرض وأن تقطعوا أرحامكم وأن تنشروا الفتن فيما بينكم وأن تشككوا في الثقة فيما بينكم، ويصل الأمر إلى فقدان الثقة في العلاقات. وإفساد الحرث والنسل معناها الإنسان يصير مخربا مدمرا بكل ما هو ينفع الإنسان وينفع الحيوان وينفع البلد وينفع العباد، فهذا الإنسان يصير شيطانا مدمرا لنفسه قبل غيره، لأن كما قالت الآية: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل هل ننبئكم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هؤلاء هم الأخسرون، هم المفسدون، هم الضائعون والمضيعون. حينما تنقلب موازين التقدير في الأمور يصير الإنسان يفسد ويعتقد أنه يصلح. هذا ما فيش أكثر من هذا، لأن هذا ممن أعمى الله أبصارهم وختم على قلوبهم، لا يرون الحق على ما هو عليه ولا يرون الباطل على ما هو عليه، بل تنقلب الأمور فيما بينهم فحتى يروا الحق باطلا والباطل حقا، ولذلك يجتهدون في الإفساد. في كل ما هو صلاح فهو ضده، فهم ضده، يعملون على محاربته وإبعاده وعرقلته، فلذلك هم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وربي سبحانه عز وجل في سورة النمل عندما قال: تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ذكر مفسدون، ذكر حتى بعض الأسماء لأن أولئك الذين هم تسعة رهط، معناها عملهم الدؤوب هو الإفساد، التخريب والإحراق وإفساد العلاقات وما إلى ذلك، معناها
يشككون في كل ما هو دين وإيمان وصلاح. هذا دأبهم. إذن الله تعالى حذرنا أن نتخلق بهذا الخلق الفاسد وأن نكون ممن يفسد في الأرض. ومن الإفساد في الأرض وأشنع هذا الإفساد هو قطع الرحم، لأن الله تعالى حينما خلق الخلق وفرغ من خلق الخلق جاءت الرحم وقالت يا ربي أين مكاني، أين مكان العياذ بك العائذ بك يا ربي؟ قال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. إذن معناها الإنسان الذي يقطع رحمه يعني قطع نفسه من الرحمة، من رحمة الله ومن الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع الذي يقطع الرحم. إذن الله تعالى حذرنا من هاتين المعصيتين، الإفساد في الأرض فهو محطم ومدمر لكل ما هو حضارة، لكل ما هو اقتصاد، لكل ما هو بناء، لكل ما هو ثقة فيما بين الناس، لكل ما هو تقارب وتعاون فيما بين الناس. يصير الإنسان يشك حتى في نفسه ويخاف حتى من ظله، فتجده لا يبادر إلى معاملة الآخر بصدق، فهو يتعامل معه بحذر يتحفظ. وثم هذا القطع للرحيم معناها الرحيم راهي عندها وزن كبير، فمن علامات تحذر التمدن في عقل الإنسان هو الحفاظ على الرحم، صلة الرحم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب على الحفاظ على هذه الرحم جعل ما يرغب الإنسان في كسب الحسنات بالصدقات، ولكن جعل الصدقة على غير القريب صدقة، بينما الصدقة على قريب على ذي رحم صدقتين مرتين، هي صدقة وسيلة في الفضل، في الفضل نعم، في الأجر والثواب. فلذلك من يقطع هذا الرحم ويسعى إلى قطع هذه الرحم هو من أكبر أسباب إفساد العلاقات الاجتماعية. ونسأل الله ربي نجينا منها. آمين. بارك الله فيك شيخنا الكريم، شكرا جزيلا. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره: المخاطب في الآية الكريمة أربعة، قال أحدهما المنافقون وهو الظاهر، والثاني منافقو اليهود وفيهم نزلت، والثالث الخوارج وهذا قاله الإمام ابن بكر المزني، والرابع أنها نزلت في قوم وقبيلة قريش. نعم بارك الله، أزيد من البيان شيخنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ذكرت محمد هو مجموعة تفاسير. نعم. ذكروا هذا، ذكروا بني أمية يعني من قريش، وذكروا بني هاشم لأن هم الذين قطعوا الرحم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فلهذا الله سبحانه ما قال: فهل عسيتم إن توليتم. بما أن توليت عن ماذا؟ توليت عن تطبيق كتاب الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى التولي في الآية هو هذا. هو هذا. نعم. التولي بمعنى توليتم، لم تسمعوا لا إلى آياتي ولا إلى رسولي توليتم، ثم بعد ذلك تذهبون للإفساد، الإفساد في الأرض بماذا؟ بالقتل، قتل شفت الصحابة وقتل الناس وقتل من لم يتبع يعني سبيلهم ولم يتبع دينهم فقتلوهم. يعني بقتل زائد كذلك أصبحت حتى بعض البلدان العربية تجعل تهمة الإفساد في الأرض هو القتل، بالضبط قتل النفس المعصومة، وهذا هو المعصومة. موجود اليوم. نعم. نعم موجود اليوم. فلهذا يعني ذكر القرآن الكريم يعني اللي هي الجريمة الشنيعة، هو ذكر العظمى أكبر. نعم. الكبائر اللي هي القتل. نعم. بعد قتل النفس. نعم. قتل النفس. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الرحم اللي هي آخر شيء، وتقطع أرحامكم، بمعنى الرحم يعني تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم، يعني تقطع أرحامكم، يعني الأرحام اللي هي فصل بين يعني والأرحام هنا قال العلماء فيها حقيقة فيها ثلاثة، يعني رحم الإنساني ورحم الديني. نعم. ورحم النسبي، هذا بالعموم. نعم. لا بمعنى نقول تاع الوطن وتاع، نحن نكون بمعنى العام. فالرحم الإنساني يكون ناس، بمعنى احنا عندنا رحم كنا من آدم، وآدم من تراب، هذا كنا بمعنى رحم واحد، امتداد الأول، هذا هو.
والرحم الثاني رحم بمعنى أيضا الديني، هم الأخوة في الإسلام، الرحم تاع الأخوة ولو بعدت ولو بعدت. نعم. والرحم الثالث هو رحم النسب اللي مقطع في معنى النسب، يعني أن الإنسان، والله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان الذي تكون في هذه الصفة قطع الأرحام، ماذا قال بعدها؟ أولئك الذين لعنهم الله ملعونين. الآية ذكرت ثلاث مناكر، التولي والإفساد والتقوى وقطع الأرحام. نعم. شوف قطع الأرحام ثلاثة، فأولئك الذين الله سبحانه جمعهم كل، فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، يعني بمعنى شو تهديد، وأعمى أبصارهم، يعني بمعنى تهديد. والنبي صلى الله عليه وسلم تدعيما لهذه الآية قال بمن لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحيم، يصلي ولا يصلي ولا يحج ولا يعتمر، ما يدخلش الجنة، لا يدخل الجنة، لأن سوف هذه الرحم سوف كما ذكر الشيخ بارك الله فيه سوف تقف أمام الله وتشكو. الشيخ في المقولة لا يدخل الجنة في تفسيرها ومعناها، هل لا يدخلها مع أول من يدخلها مع المؤمنين أو أنها على سبيل التخليد في الجنة؟ لا لا، سبيل ماشي على سبيل التخليد، على سبيل العقوبة المؤقتة كما نقول احنا بالمفهوم تاعنا، أن الإنسان يحرم منها، يحرم منها في يعني بمعنى في بداية الدخول، يعني لا يكون أول ما يكون أول الذين يدخلون الجنة، بمعنى سوف يعاقب عليها. نعم. ثم بعد عقابها عليه ثم يغفر الله له ويدخل الجنة بعد ذلك. نعم. يعني بمعنى ليس مخلدا، يعني يستنفذ عقوبة، لا يعني عند عقوبة خاصة به، بعد أن يستنفذ ذلك العقوبة يدخل الجنة أنا هذا هو. نعم. لأن بعض الناس في كبائر الذين قاتلوا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، ذلك الشرك الصغير كما قلنا، الشرك الكبير. نعم. الشرك الكبير لا يدخل الجنة على سبيل الخلود، على سبيل بمعنى كل الناس الذين يعاقبون العقوبة المؤقتة مهما طالت عقوبة مؤقتة مهما عظمت، يعني مهما عظمت. نعم. ومهما طالت في المدة، يعني في النار مهما طالت، حكم على ربك ما قول 40 سنة 50 سنة 100 سنة، المهم أنه يخرج منها ويدخل الجنة. لهذا يبقى في آخر واحد يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. شوفوا هذا آخر من يعني بعد، يعني رغم أنه يعني لم يكن لا يطيع ربي سبحانه وتعالى ولا يصلي ولا، وإنما يعرف الله، عنده إيمان ولو هذاك الإيمان بذرة صغيرة، ما دام عنده إيمان ولو ببذرة صغيرة يخرج من الجنة من النار ويدخل الجنة. فإذا الآية تهدد، يعني تهدد هؤلاء الأفراد الذين يتولون ولا بمعنى يطيعون الله سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى في كتابه العزيز، ولا اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك أنهم بل ذهبوا أكثر من ذلك، راحوا يفسدون في الأرض. وفصل فيها الشيخ الإفساد في الأرض، أنا قلنا. نعم. يعني بالتقتيل والتحريش والإفساد، يعني بالفتن وشعل النيران، حرق الأمور إلى غير ذلك، كل أنواع الفساد، كل أنواع الفساد. هؤلاء بمعنى المفروض يعني يعاقبون عقوبة شنيعة في محمد مغلظة. نعم، ولي عقوبة معناتها شديدة. وثم بعد ذلك في آخر تزيد مقاطعة الأرحام، يعني قطع الأرحام، وهذا زاد بمعنى عقوبة ثالثة، يعني بمعنى عقوبة قطع الرحم. فإذا ماذا يستحقون هؤلاء؟ يستحقون اللعنة، الطرد من رحمة الله. فأولئك الذين يستحقون إلا الطرد من رحمة الله، يعني بأنهم ملعونون عند الله سبحانه وتعالى. فهذا والله سبحانه قال فأصمهم وأعمى أبصارهم، على سبيل التخويف والتهديد، لمن هؤلاء لا ينظرون ولا يعني لا يقبلون معروفا ولا لا شيء، بمعنى هؤلاء بمعنى قلوبهم أول حاجة مغشية عليها ومغطاة، بمعنى بران، بمعنى لا أمل في هداية، لا أمل بمعنى في هداية، هذا خلاص. أما الذين تابوا، الذين فيهم أمل، تابوا وراجعوا إلى ربهم، فالتوبة مفتوحة وتجب ما قبلها، بمعنى أن التوبة تمحو كل المعاصي. إذا راجع الإنسان تاب توبة نصوحة، فباب الله سبحانه وتعالى مفتوح للجميع، كل التائبين الذين يتوبون من قريب أو من بعيد توبة نصوحة، فإن الله يقبل توبتهم، وسوف يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان ذلك عند الله هذا يسيرا، ما هوش حاجة صعبة. الإنسان يرجع إلى الله يفرح به رب سبحانه وتعالى، مهما دار من الذنوب يفرح به ويبدل له سيئات وحسنات، يعني يمحو له كل سيئات هذه ويغيرها إلى حسنات، ويستقبله رب العالمين بمغفرته وقبول هذه التوبة، وبإعادة، وهو كذلك يعيد حياة جديدة، يعني بالطاعة وبحب الله سبحانه وحب رسوله وحب الصالحين. وثم كذلك يعود مراجعة نفسه، يعود دائما يرافق المشايخ، يرافق الصالحين،
ويعود كذلك يقرأ القرآن ويكثر من الذكر، فيبقى يتقرب من الله أكثر فأكثر حتى الله سبحانه يرضاه لأنه يعني يحبه. فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى خلاص كان سمعه الذي يسمعه به ويده على زوجه ورجله على زوجه وإلى غير ذلك الحديث الشريف. بارك الله فيك، شكرا شيخنا كمال، شكرا شيخنا أبو عبد السلام على ما قدمته من البيان لهذه الآية الكريمة. على بركة الله نبدأ استقبال مكالمات من العاصمة، معنا الأخت أحلام. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على الحصة. الله يبارك فيك يا أحلام. أنا طلعت سؤالي، عندي مشكل مع جوزي. نعم. شيء ولا غير هبلتني، ما تخليني ندير حتى عفسة، شغل جوز بقى سبة سبة باش ندير المشاكل. نعم. وصلت حتى يعني مركز طلقتنا أنا زوج الثالث، وتقول له بات معاه ما تباتش معاه، خلاني في الشمبرة تاعي وحدي شهرين وأنا ما شفتوش، هو في جهة ولا في جهة. تقول لها على درتي هكا، تقول لي انا مريضه، تباني مريضه، انا مريضه، والله ما فهمت واش ندير معاها. يا اخي اش يردو كان يردبان واش ندير معاها، تبدا تبي المشكله انا في روحي واحد ما عنده حتى قيمه، يقول لك اش ما تقولي لها نطلقك وانا ماشي كم اديتها، ولا بالعكس نسمع اليها، وعندها ما العلم عندها طفل واحد برك. واضح. ادعو لنا ان شاء الله ربي يفتح علينا. امين ان شاء الله. امين، الله يسهل وييسر ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يا احمد. فاطمة من تيارت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. راك شيخ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. الشيخ عندي سؤال. فضلك. أنا الآن راني مقروضة من المدرسة مكتب. أعيد السؤال. راني مقروضة مكتب. إيه. ما نقدرش ندوش، صافي ما نقدرش ندوش باش نصلي. إيه. الآن عندي 31 يوم. أيوة وجات من عادة شهرية. أكون صلي هكا تيمون أكون. وما حتى نقدرش نكبر بيدي، ما نقدرش نكبر صافي بيدي يمنى. نعم. واضح إن شاء الله. مفهوم؟ مفهوم، شفاك الله وعافاك. شكرا. أم وليد من العاصمة تفضلي. نعم أم وليد. ألو، أهلا، تفضلي. ألو. نعم يا أم وليد. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وليدي هاني فيا مواسية ماليش ما تنهضر. معليش معليش، مرحبا بك. عندي وليدك. إيه. الله يرحمه. مات وكان في الخارج. مات رحمه الله. مات كان في الخارج. من دخل الحبس. نعم. دخل الحبس. دخل السجن. كي دخل الحبس الله ما صامش. ذات كل المال. ما عندي واش نهضر. علاش ما صامش؟ لماذا؟ ما كانش على بالهم بلي رمضان. كانوا في واحد في المال، كان في المال. وشحال من عام ما صامش؟ عام واحد برك. شهر واحد. ايه شهر واحد. ومن بعد كيتلقوه ولا الالمان حبش يصوم. قال ان شاء الله ينصوم. ومن بعد ما قعدش ومات. مات الصندوق. احنا قابلنا عليه. احنا قابلنا عليه. ونور كيفاش يعني الحل؟ تسمعي الجواب ان شاء الله ام وليد ورحمة الله على ابنك ان شاء الله. وليدي. نعم. نعم. عندي واحد أسئلة بس ما نقدرش نهضرها هكا مباشرة. تخلي رقمك عند المخرجة وإن شاء الله يتواصلوا معك شيوخنا. ما نقطع شيء. ما تقطعيش، نعم، تبقاي مع الزملاء. بالسلامة. طيب. نشرع إن شاء الله في الإجابة وبعدها نتلقى مجموعة أخرى. أحلام العاصمة. عندها مشكل مع جوزتها شيخنا، وتقول تفرق بيني وبين زوجي في الفراش لمدة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كاين بعض التعسفات. نعم. من بعض الأمهات الأزواج يعني بطابع أو بدافع الغيرة والخوف على أن يسحب منها ولدها، تجد تضايق زوجة ابنها
وتحاول أن تسلبها كثيرا من الحقوق، ومن جملة هذه الحقوق أن تستمتع بزوجها وأن تتكلم معه وأن تتشاور معه وأن يعني يتعاونان على بناء البيت والأسرة وما إلى ذلك، ولكن هي دائما تكون حجر عثرة تدخل في الوسط وتحاول أن تكسر العلاقة الودية بين ابنها وزوجته. هذا نوع من المرض، ولكن ليس كل الأمهات هكذا، وهذا يحمد الله عليه، لأن بعض الأمهات إذا تدخلت للإصلاح وليس للإفساد. عندما تلاحظ من عجوز عروستها مثلا تقصير في بعض الأمور، تقصير في بعض الحقوق الزوجية، تقصير في بعض الواجبات المنزلية، تنبهها وتعلمها وتؤدبها وتلفت انتباهها إلى ما يجب فعله أو تركه، هذا من باب البناء وليس الهدم. هذا المفروض إذا كانت العروس يعني عاقلة وفاهمة أنها تشكر عجوزتها وتأخذ برأيها وتعتبرها كأمها، لأن هذه النصائح لا تسمعها إلا من مثل أمها. فلذلك العجائز اللي عندهم هذا النوع من المرض اللي هو الغيرة الزائدة عن اللزوم تتدخل ظن منها أنها لتصلح فإذا بها تفسد. والزوج هنا اللي هو الابن يجب أن يكون حكيما، لا يواجه أمه باللوم والعتاب والنقد وما إلى ذلك واستعمال الصوت العالي والكلمات البذيئة والنابية، وكذلك معناها يكلم أمه باللين بالتي هي أحسن، ويحاول أن يقنعها بما رآه من زوجته وأنه علم به ورضي واستشير في الأمر وأذن. يعني لا لازم التدخل نتاعو يكون في هذا الباب، هذا حتى العجوز تعذر عروستها، معناها ما تزيدش في الحقد والكراهية، بل تعذرها وتوجه عندئذ باللوم إذا كان فيه لوم ولا عتاب للابن. والزوجة يعني هذه العروس نقول لها يا بنتي أنا مش عارف إذا كان عندك خوتك ومتزوجين مثل زوجك وبين زوجات أخوة إخوتك وأمك خلافات، هل أنت تقفين مع أمك ولا مع رئيسها في خلافها مع رئيسها؟ ليش كأنك تقف مساندة لأمك ومدافعة عن بعض مواقفها ومبررة لبعض مع أخطائها، يعني تبحثين لها عن أعذار ولا تلوميها ولا وتعاتبها ولا شيء. فما دمت تفعلين هذا مع أمك، وعلى ما تتفهميش عجوزتك إذا فعلت هذا معك تتفهمي هذه العجوزة وتحاولي أنك تسترضيها. على بالكم إحنا عندنا في الدرجة نتاعنا نقول كلمة الكلمة الحلوة ترضى على اللبة، يعني لما العروس تكلم عجوزتها بالكلمة الطيبة بالليل، نعم يا ماما ولا يا أمي عندك الحق، والله ما نزيدش نعاود، وهذه نصححها وهذه كذا، وش راح تخسر؟ ما تخسر حتى شيء، ولكن تكسب ود عجوزتها، تلين قلبها عليها وتتفهمها، والعجوز بدل أن تكون عدوة تولي صديقة حميمة، تولي ناصحة موجهة. هذا الذي ينبغي فعله. ونقول يعني معناها العجائز اللي راهم عندهم عرايس ما يتعسفوش في استعمال حق الأمومة لهؤلاء الأزواج اللي هم أبنائهم لظلم العرائس، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. بارك الله فيك شيخنا، شكرا جزيلا. معنا أمينة من قسنطينة. ألو، نعم أمينة، السلام عليكم. تفضلي أمينة. أنا عندي نخلف ونصلي قيام الليل، وشيون أفضل من سمع يقولوا بلي كي تخلف خير. وأنا عندي واحد هكاك 7 سنين ولا 8 سنين من عمري ما صليتهمش. واضح يا أمينة، واضح. وعندي سؤال ثاني. تفضلي.
انا حابه نحفظ القران. ربي يوفقك ان شاء الله. ما قدرتش نرتبلو تما، انا مني في قريه بزاف نقرا بس اللي نعرفه، وتما باش نخرج نقرا ولا حاجه ما الحق ما خلانيش الزوج باش نخرج نقرا القران ولا نرتبلو ولا، وهكا نقرا نورمال ما نعرفش نرتبلو ولا حاجه، ونصلي به ندير به قيام الليل. وش هو الحكم تاعو؟ مع السلامة. هل في اتصال آخر؟ نعم. طيب نكمل الإجابة مع فاطمة من تيارت. فاطمة شفاها الله عندها إصابة في كتفها ولا تستطيع الاغتسال، وجاءتها الدورة والآن تسأل عن الصلاة هل تتيمم لها، وتسأل كذلك عن الحركة في الصلاة من رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وهي عاجزة عن هذا. نعم، هي بالنسبة إذا كانت طاهرة، يعني بمعنى الطهارة الكبرى، ما كانتش على جنابة ولا، وملكات بمعنى كان ملبس، ممكن يكون عندها الجبس ولا عندها كما نقول احنا شغل نسموها حنايا جبيرة بونسمون عليها يديروا لها عليها، ويقعد هذه فارغة عن تقدر هذه تتوضا، تحمل وضوء توضا روحها توضا عادي تيمم لا شيء، لأنها قادرة على استعمال الماء. أما إذا كان بمعنى على كانت على جنابة أو على عادة تحة ثم طهرت ولزيمها الغسل، فهنا بمعنى نقول ما تغسلش الجانب هذا، تغسل الباقي كله، هذا فقط مسألة محمد تغسل ما ولاش، لأنها قادرة تغسل الجسم تاعها إلا هذا، إلا هذه تمسح عليها ما دام فيها جبيرة ولا فيها بلاط ولا حاجة، تمسح عليها فقط مسح الجبيرة تنزل البلاط شو مخسر بيتها وتفوت، إيه تفوت عادي جدا تمسح برك ما فيهاش باش ما تخش، لان احنا الماء عدم القدره على استعماله، ماهوش بمعنى فقط يعني نجي عندنا ضربه هنا خلاص راح نتيمم، لا، ولا جينا هنا مثلا ضربه هنا في رجلي راح نتيمم، لا، عندي باقي الاعضاء هم صحاح، يعني يجوز نتوضا بهم ولا يجوز نغسلهم. حنايا اذا كان عاجز بالكليه ما يقدرش يستعمل الماء، او موجود الماء ولكن ممنوع عليه. طيب قالوا الماء ما تمسوش خلاص نهائيا لا الوضوء ولا الطهاره، كنت تمس الماء تولي في مشكل. هنا صح، هنا نعم، ولا بمعنى عاجز كذلك لانه مسترقي على ما يقدرش يروح يغسل المسكين ما يقدر، الله غالب، هنا الله غالب عليه، يعني بمعنى عدم القدره على استعمال الماء. اما اللي قادر يستعمل الماء لا يستعمله، يستعملوا ما يستعملوش تيمم الا عند العجز، اذا عاجز باش يتوضا ولا عاجز باش يعني كما نقولوا احنا يتطهر هذا صح يتيمم، هذا اللي في عنده. اما هذا فقط يوجعوا هنا هذا بمعنى قادر باش انه يتوضا. بارك الله فيك. معنا ام محمد الامين من سكيكدا، او محمد الامين. السلام ام محمد الامين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا. وبيك انا سائله نسالك على قضيه. تفضلي. بين زوج عروسه وعجوزتها. نعم. العروسة العجوزة قالت لابنها يا تطلق العروسة مرتك يا نقطعك، أنا أريد منك يا شيخ أنك توضح للناس وتوضح لنا مسألة الافتراء وظلم، وإحنا ناس مسلمين يعني في بلاد مسلمة بدون يعني بدون ما تدير لها أي شيء. الو. نعم نعم ام محمد امين. انا وحنا ناس والله العظيم يا اخ نسالك على وحده، هذه ناس اهل دين واهل قران يعني. نعم. ماشي انا نسال، انا نحبك توضح للعامه. طيب واضح ان شاء الله، المشكله واضحه ان شاء الله. عندك سؤال للعامة اخر؟ للعامه كيفاش يعني الافتراء وكيفاش يعني يكون الظلم؟ واضح واضح، هذه مشاكل موجوده. هذه كاين حقوق بين ام محمد الامين. هي كاين مشاكل عائليه طبعا. هي هذه المشاكل موجوده في كل البيوت، يعني ما فيش بيت لا يخلو من مثل هذه المشكلات. ولكن شيوخنا ان شاء الله يعطيو التوجيه. يعني احنا مجتمع جزائري. توجيه في هذا الموضوع ان شاء الله. بصح كاينين امور مرات يتفاوتوا الحد. نعم. انك الام مثلا الام في من جهه والزوجه من جهه وتكون ظالمه وانها تحب تقطع.
خاصة الأبناء تقطع. تسمعي الجواب إن شاء الله أختي. فهمتي قطيعة تقطعوا سبحان الله. سؤال واضح أم محمد أمين. يعني ما كان حتى مشكل بيناتهم. أم محمد أمين الله يرضى عليك، خلينا نسمع مكالمات أخرى رجاء، أخذتي كثير من الوقت في طرح هذا السؤال، شكرا. طيب شيخنا، بالنسبة لأم وليد من العاصمة، مات ابنها رحمه الله، كان دخل السجن في ألمانيا ولم يصم شهر رمضان لكونهم كانوا يجهلون وقت الشهر، ثم عزم أن يصوم الشهر ولكن توفاه الله تبارك وتعالى. نعم وفته المنية رحمه الله. لك صدقنا عليه محمد وكلوا قالوا نعم رحمه الله تعالى. هذا الآن لا تكليف إلا بالمقدور عليه. هذا الإنسان مكلف بالصيام يوم كان قادرا، ولكن من القدرة على الصيام أن يعلم بدخول الشهر، لأن من لم يعلم بدخول الشهر كيف يصوم؟ لا يستطيع. أي شهر يصوم؟ نعم. فلا يدري، ولذلك لم يصوم، ولكن لما خرج وعلم بأمر بحاله عزم أن يقضي ما أفطر، ولكن الموت أدركه وحال دونه ودون القضاء. فنقول لأهله الآن أنتم إذا كان مدة الإفطار لم يمضي عليها عام، يعني في خلال هذا رمضان اللي فات وقع ما وقع، والآن تستطيعون إطعام مسكين واحد عن كل يوم. هي قالت خرجنا عليه، يعني ما ذكرتش كيف خرجوا عليه. نعم هذا هو، يعني بمثابة إطعام مسكين. نعم. ففدية طعام مسكين، هكذا قال رب سبحانه عز وجل. فإذا إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا كان رمضان الذي يعني أفطره تعلق به السنوات، يعني بسنتين ثلاث سنوات إلى ما وراء، فهذا يترتب عليه حاجتين، يعني مسكينين، مسكين مقابل القضاء ومسكين قابل تأخر في القضاء، اللي يسميه باللغة الأخرى بيناليتي دروتار، يعني عقوبة التأخر في القضاء. تطعم مسكينين عن كل يوم. والله الموفق ويرحم الله عليه. آمين. طيب أمينة من قسنطينة تقوم الليل، وقالوا لها مدام راكي تقضي أقضي قبل صلاة النافلة، يعني قالت هل لها أن تجمع بين القضاء وقيام الليل؟ نعم، هي القضاء إذا دارت كما يقولوا رزنامة، دارت عدد معين، بمعنى أنها إذا ما كنت في البيت وقدرت صوم، قدرت صلاة تصوم خمس أيام في النهار. هذا خمس أيام في النهار ما دام قاعدة في البيت وقادرة تصلي، تصلي خمس أيام في النهار، هذا أحسن لها إلى قادرة على ذلك. لما إيش قادرة ثلاث أيام في النهار ما دام قاعدة في البيت، وتصلي الرواتب، يعني الرواتب تاع الصلوات تاع اليوم 12 ركعة في اليوم هذه تصليها. أما إذا كان زادت على ذلك ركعتين كما نقول إحنا من قيام الليل، ما عفو عنه، ماشي حاجة كبيرة. أنا لا يتقضي ما يتقضي ثلاث أيام ولا خمس أيام وصلي ركعتين، لأن عوض إنسان كما نقول عنده دين وراح يصدق، ولا لا تصدق أنت أغرم دينك بعد تصدق على روحك. نعم. وهي عندها دين عند ربي، كيف تروح تصدق والدين عندك، كيف تروح تصدق؟ لا. فلذلك يعني أجاز العلماء الرواتب باش تأخذ أجر تاع الراتبة تاع كل يوم 12 ركعة، أجازوها مع محافظة على القضاء، قضاء تاع ثلاث أيام ولا خمس أيام ولا شحال قضاء، هذا أجازوه يعني تنزلوا عليه معليش. بس أكثر من ذلك إذا كانت تقوم الليل قلنا ركعتين، ما ركعتين كما نقول ماشي حاجة كبيرة. نعم. ما فيش مشكل معليش، ومع القضاء. أما باش تقول أنا نصلي القضاء 10 ركعات ولا لا، أنا نقول راح أقضي خير أحسن لك، هو تروح إلى النوافل. لا القضاء مقدم على النوافل. الله أعلم. بارك الله فيك. لها رغبة في حفظ القرآن الكريم والزوج يمنحها أن تحضر حلقات تحفيظ في المسجد. يدك الزوج وأنا أمره مقدم على خاش قادرة تحفظ الدار، ماشي بمعنى ماشي شرط راح تحفظ إلا لتعلم الأحكام، وتعلم الأحكام الآن عندنا وسائل كما نقول تقدر تتعلم، تقدر تعلمها مرات، تقدر تعلم عن طريق اليوتيوب، تقدر تعلم عن طريق الإنترنت، تقدر تعلم ما فيهاش يعني الوسائل متاحة اليوم، متاحة ماشي شرط حتى تروح. فلذلك هنا أمر الزوج مقدم، يعني ما تقول بمعنى ومنعني باش نطيع ربي ولا باش لا لا. نعم. هو عارف واش قال، وهي الآن الحمد لله هذيك النية اللي عندها ربي إن شاء الله يحافظنا عليها ويرزقها أجر عظيم، لأن عندها النية
كتبها لها ربي سبحانه وتعالى، ونقولها حفظي في البيت، اسمعي، ديري كالشريط هذا في أو عندك تليفون شوفي كالشريط تتبعي كيفاش يقرا، قري معه وخلاص. ولا لا الشيخ؟ فعلا له وسائل التعلم راهي ما شاء الله. خلاص الحمد لله عندنا ديك وسائل. متاحة في الدار. إيه وهي في الدار. إيه. تعلم ولا بس عليها. ربي يوفقها إن شاء الله ما دام عندها النية والرغبة والإرادة. هذا هو لحفظ كتاب الله عز وجل. يرزقها إن شاء الله. يا رب. حكيمة من العاصمة مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بك خويا. خويا عندي سؤال طرحه للشيوخ يجاوبوني بس يعني بوضوح. نعم تفضلي. خويا عندي أنا أرملة وما عنديش دراري، ما عنديش اللي يقوم لي يعني في الدار، ما عنديش. حبيت وأنا نحب نضحي على الأضحية نسقسيكم، حبيت يفهموني الشيوخ كيفاش الأضحية يعني أسكون عندي الحق، كيفاش زعما كيفاش نخرج لبرا، كيفاش لازم الأضحية يضحي شغل يكون حاضر معها مولاها، وأنا ما نقدرش نخرج في وسط الرجال وفي وسط الآخر، وكنت نصدقهم دراهم، كنت نسقسي زعما شحال تسوى هذا العام الأضحية، صدقهم دراهم قالوا لي ما تجوز لكش. واضح. قالوا لي ماشي جايزة لك. دوكا راني في حيرة، وانا نحب نضحي، وليت شغل نمد هذوك الدراهم تاع قيس الأضحية نقول لهم هذيكم شروا الأضحية وضحوا وانا نشري اللحم. الله يقبل منك. زعما واش قدرني ربي. الله يقبل منك يا رب. اللهم امين خويا، الله يعيشك ووضحوا لي بوضوح باش نفهم. ان شاء الله اختي حكيمة ان شاء الله. صح اخويا بارك الله فيكم. السلام عليكم. مع السلامة. الله يسلمك. شكرا. من عين دفلة الحجة خيرة تفضلي. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لبيت الشيوخة. نعم تفضلي. يقول عندي هذه الصلاة تاع نافلة. صلاة النافلة. صلاة النافلة. ونقولوا في الليل كي نوض نصلي نافلة. في النهار نصلي هذيك نغرم. نعم. نصلي صلاة الفايتة. في النهار تقضي فوائد. ايه نصلي يومين ولا هكا في النهار. نصلي وقت مع هكا وقت مع اخوه ونصلي نهار وحده. يعني نهار هكا نصلي صلاة الظهر. عصر المغرب. نعم. ونصلي ركعات هكا نصلي الضحى. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني تفضلي. حبيت نسال اللي تخرج المراه بلا نقولوا بلا محرم القرعه. العمره ولا الحج؟ الحج. حج المراه بلا محرم. بلا محرم. مانيش عارف جايز ولا ماشي جايز، هي كيف فقا آمنة كيف عميلة وكاع. نعم واضح إن شاء الله. ايه. واضح يا أختي الحاجة. شكرا. مع السلامة. في أمان. طيب نكمل إجابة شيخنا أم محمد الأمين من سقيقدة، كان قد تفضل كذلك شيخنا أبو عبد السلام في سؤال أحلام العاصمة، المشكل اللي ديما يكون بين العروسة وعجوزتها. نعم. قالت ان تقع فيه مظالم وتقع فيه امور. والافتراء. احنا نقول بمعنى ان الظلم ظلمات يوم القيامه. نعم. الظلم ظلمات يوم القيامه. لان الانسان العجوزه الا ظلمت العروسه هيتخلصها. هيتخلصها عند ربي، ما تظنش بمعنى انها راح تسلك. ولا تكذب على وليدها تقول يا وليدي شوف واش يدي له، وهي كذب في كذب، يعني ظلم وعدوان. هذا الكذب هذا وهذا الافتراء راح ربي ينتقم منها. ما تقولش بان ربي وراقد وساكت وماهوش يشوف، او يشوف كلش ربي سبحانه وتعالى وما يحبش الظلم. قال يا عبادي انا حرمت الظلم على نفسي، انا قادر نظلم، واحد ما يهضر معايا، شكون يهضر معايا؟ كي نظلم شكون يقدر يجي يقول يا ربي تظلم؟ علاه تظلم؟ شكون يهضر هذا مع ربي؟ لا يسالوا عما يفعل. هم يسألون حتى واحد يقدر يهضر مع ربي اسمه هو قادر، ولكن قال انا حرمت على نفسي وجعلته بينكم محرمة، ما نحبش حتى واحد يتعدى على واحد، انا حرمت على نفسي ما نتعداش على عبادي، اذا انا كان جعلته بين عبادي محرم عليهم، ما يقعدش اي واحد يظلم له، ما نحبش حتى واحد يظلم واحد، اللي يظلم نقسمه ننتقم منه، وينتقم منه ربي في الدنيا قبل ما يروح الاخره.
ما قرص عقوبتان يعجلهم الله في الدنيا قبل يعني خروج قبل الوفاة كما نقول احنا، هي عقوق الوالدين والظلم يخلصهم الإنسان هنا في الدنيا قبل ما يخرج. فلهذا نقول الحاجة إذا راهي ظالمة هذه العروسة تخاف ربي فيها، ولا عندها البنات ربي راح يشوفهم فيها، تخلصها وتشوف بعد تولي تشوفي بناتها، لأن ربي ما راح يفوت هكذا. فلهذا نقول اتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الطفلة هذه، راهي كي بنتك، خاصة إلا كانت ما دارت لك والو، راهي تحسن لك وراهي جاية مسكينة كما نقولوا باش دير الدار تاعها مع راجلها وباش كذاك يبنوا كما نقول معاه، وانت معاهم المفروض انت تكوني يعني الحاميه لهذه الدار هذه هي، وتعاونيهم الى غلطه تقول لها بنتي لا لا ماشي هكذا، ها هو كيفاه نديروا هنا شويه بشويه، وتعلم عليك راكي كيما يماها، تعلم عليك وتصبر وتستفاد منك وغير ذلك، وتخرجوا كيف كيف وترزقوا المحبه فيما بينكم، هذا هو الاصل. والطفله نقول واش نقول لهم، نقول الطفله نقول لازم تصبر، هذه كيماك واش يماك كما نقولوا شغل غضبت ولا يماك اللي دارت لك مشكل مش ديري، هذا راه يما راجلك يماك، ما عليك الا بالصبر. الصبر هذا تنوضي في الليل تدعي ربي سبحانه باش يهديها، هذا واش عندك الحل؟ الا ما عندكش الحل بين الاخر عندك الحل هذا، كثر من الاستغفار، كثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقولي حسبي الله ونعم الوكيل في المضمونة، وتقول كذلك أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أو ينتقم الله سبحانه وتعالى من العباد، وصلي في الليل في اللي نوضي في الليل وادعي ربي سبحانه باش يهديها، لأنك يهديها تكسبيها خير ما تقول اللهم اديها يا رب، بعد ما كسبتيهاش معناتها إلا راحت ميتة وعاصية ما ربحتيش، لأن أنت تربحيها، قول يا ربي يهديها يا ربي يصلحها يا رب يرضى العقل تاعها يرضى الرشد تاعها، باش كي ترجع تولي تحبك وتولي تخدم معاك وتولي تقول كيف بنتي وكذا، تولي الى فيها كما نقول رحمه ربي راح يرحمكم ربي جميعا، وتولي تدي اجر على الهدايه تاعها لانك دعيت يا ربي باش يهديها او ربي يستجب لك، وتولي تعيشوا كما نقول حياه سعيده فيما بينكم. لهذا الانسان دائما يدعي بالخير ما يدعيش بالشر، والصبري وكثري كما قلت من ذكر الله من الاستغفار بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، وكذلك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلاة بالليل بالدعاء يكون خير كبير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. حكيمة من العاصمة تقول أنها أرملة تعيش لوحدها فتسأل عن الأضحية، قالت لك هل أضحي وأحضر الأضحية وهذا يتعذر علي أو يكفي أني أتصدقهم مال لفقراء؟ الأضحية سنة، سنها لنا سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فضل الله تعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، هذا الذبح العظيم أفداه الله تعالى به من الجنة، ومن ثم بقيت هذه السنة يعمل بها كل سنة بمناسبة عيد النحر، يسمى عيد النحر لأنه فيها الذبح. ورب سبحانه عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني معناه هذه الأضحية الإنسان لما يعملها وهو قادر عليها هذه علامة من التقوى، علامة من وجود خوف الله والحب في التقرب إلى الله في طاعة الله في يعني السعي لنيل مرضاة الله. فلذلك هذه الأضحية كلها يعني تحقق هذه المطالب. هي الآن أرملة لا تملك أو لا تجد من يقوم لها بالذبح والسلخ والقطع والتقطيع وما إلى ذلك، يعني تجد حرجا في ذلك وعجزا عن ذلك، لها أن تشتري أضحية إذا كانت قادرة وتقدمها لفقير على أنها صدقة، وتقول له إذا استطعت أن تذبحها أضحية باسمي فلك الشكر، وإذا لم تستطع فهي صدقة، فالله تعالى لا يحرمك أجرها، أجر الأضحية وأجر الصدقة، لأنك أدخلت السرور على بيت لم يكن قادرا على الأضحية. فإذا تصدقت بها مالا وأعطيتها لفقير وقلت له هذا المال أعطيك إياه صدقة من أجل أن تشتري أضحية، وإذا استطعت أيضا ذبحها باسمي فلك الشكر والجزيل، وإذا لم تستطع فهي صدقة، ربي يتقبل إن شاء الله. إذن هذه كلها طرق تستطيع بها أن تحقق هذا المطلب
في نفسها، وهذه السنة وربي لا يحرمها من ذلك الأجر والثواب. فإذا وجدت من تؤجره يعني خادم تدفع له أجرة يشري الأضحية ويذبحها باسمها ويسلخها وما إلى ذلك ويعطيها الأضحية نتاعها، لكن ألا تدفع أجرته من شيء من تلك الأضحية، تدفع أجرته من مال. والله الموفق. آمين يا رب. طيب الحاجة خيرة من عين الدفلة، قالت في النهار أقضي الفوائد التي علي وفي الليل تقوم صلاة النافلة. النافلة. نعم. وعلى كل حال الجواب اللي كان أعطاه الدكتور من قبل نعم. كان شافيا وكافيا ومانعا. نكرر لها إن شاء الله. إيه. ونقول لها ما دمت راك شرعتي في القضاء على المقدور عليك، هي قد تقضي 3 أيام في النهار. 3 أيام ليومين يعني. إيه هذا هو يعني معناها، والعلماء قالوا أقل القضاء يومان وأكثره 5 أيام. فإذا هي راهي تلتزم قضاء اليومين أو 3 أيام، بعض العلماء أجاز لها أن تصلي بعض النوافل المتعينة كصلاة الضحى كالرواتب كركعات من قيام الليل ما دامت تقضي، لكن أن تترك القضاء لتتفرغ للنافلة هذا لا يصح، لأن كما قال الدكتور كيف تتصدق وأنت عليك دين، سدد دينك ودين الله أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سدد دينك ثم اقضي. هذاك الوقت اللي تقضيه في القضاء يعني هذيك الركعات اللي تصليها في الليل مثلا نقول 8 ركعات، شحال تستغرق من وقت؟ حتستغرق منك أقل شيء واحد نص ساعة، فهذاك النص ساعة كم تقضي؟ لو أنك أملأت هذا الوقت هذا قضاء يكون أحسن لك، لأن ذمتك ستبرأ من الدين بعد مدة قصيرة من الزمن، لأن يوم القيامة تحاسبين على الدين ولا تحاسبين على النفل. فإذا الإنسان يبادر إلى قضاء ما عليه من دين، وربي يوفق إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بالنسبة للسؤال الثاني عن حج المرأة بلا محرم. نعم، الحجة إذا كانت لا تتعلق بحجة الإسلام، معنى هذه المرأة لم يسبق لها أن حجت وعندها رغبة باش تحج وعندها مال باش تحج، الصغيرة والكبيرة. الصغيرة والكبيرة. نعم بارك الله. في هذه الحالة إذا كانت وفرت لها الرفقة المؤتمنة يعني الآمنة، معناها الآن ما كانش تقريبا ما كانش الإعدام تاع الرفقة الآمنة، تروح مع أي وكلة وكلة نفسها رفقة آمنة لأنها توفر لها مجموعة تمشي معاهم. نعم. تمشي معاهم في السفر، تمشي معاهم في أداء المناسك، تمشي معاهم معناها لا تخلو بنفسها في أي من مش شعيرة من الشعائر، فهي الرفقة متوفرة. وما دام هي حجة الإسلام لها أن تذهب مع هذه الرفقة وربي يتقبل إن شاء الله. على مدار سنين طويلة لا يعني لا يذكر حادث أن امرأة خافت على نفسها أو شيء من هذا؟ لا ما كانش الخوف، لأن نعم. ربي أحكم بأن هذاك البلد هو آمن. نعم. من دخله كان آمن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل الحرم فهو مسجد فهو آمن. نعم. هو البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. معنى ذلك راه الأمن متوفر، لا خوف عليها إن شاء الله. نعم. تحج وترجع بسلامة. يا رب إن شاء الله. بارك الله فيك. نوارة من سطيف. مرحبا الله وبركاته. مرحبا وعليك السلام. مساء الخير يا شيوخنا الكرام. اهلا وسهلا. ربي يطول في عمركم ان شاء الله ويخلينا لك. على طاعة مولانا ان شاء الله. يعيشكم. عندي سؤال شيخ شوية طويل نشرح لك برك به نقدر. باختصار لان وقت الاذان سيرفع على ربما يدركك وقت الاذان. نعم. الشيخ انا احنا عائلة من اب وام وخمس اخوة واربع اخوات. واحدة مزوجين طفلة ومزوجين زوج دراري ساكنين معنا. نعم. وإحنا عنا سكن فريد. ريتشوفي جاراجيس وفي ميطات في 3 غرف وصالون. زوجين دراري واحد ساكن معنا في الشامبرا وواحد بنين له في الجراج. وهذو اللي مزوجين دارت لهم ما نهار الوزبة في السوسيال في زوج. الكبير كان مش متوقع باللي راح يبي سكن سوسيال، عنده 5 سنين صغير. قال لها نبني فوق في زاد إيطاج من فوق يعني كي بنانا في ناهش كما نقول بنا نصه وما كملوش ما كملش سكن. من بعد ذكران بعد 5 سنين نعطاه السكن، كي عطاه السكن في السوسيال هو اللي طارت في السوسيال
كما نقولوا حكمنا السوسيال وقال ما نخرجش من السكن من غير سدكتوني في اللي بنيته فوق. ونهار الاول الشيخ كي بناوه بناوه ما كانتش راضيه، قالت لي درت لك السوسيال دوك يعطوك السوسيال ما تبنيوش، قالت لهم خليوا الخوتكم الاخرين مازال ما تزوجوش. ما الذراري الاخرين ثلاثه في ثلاثه ما شاء الله كيما واصلين ورا واصلين. نكمل السؤال بس وصلت لك الشيخ، قلت لك هو كي بنى 18 بنى في خمس سنين ما نقولوا عاونته ومرته في البناء. المرا تاعو سمع برضو وصبرت المرا تاعو في الزوج. النهار الاول كيما نقولوا قالت لهم ما كانتش راضيه انه يبنيها كامل، قالت لي تبني فيها شومبرا وتخلي الخالص هناك يا ما تبنيش راني درت لك في دوكا كي عطاك السوسيال عنده سبع شهور ما حبش يخرج، قال لي لازم تسلكوني في اللي بنيته بنروح انا نخرج السوسيال ونخليها هيك. وحنا ما كيما نقول مش متوفر لنا باش نسدوا له هذا المبلغ. وهو قاعد انا عنده دوك سبع شهور ما راح للسوسيال كيما نقولوا ما سكن هنا ما خلى السوسيال مثلا واحد من خاوتي. وعلاج المرا تاعو قالت انا نحوس على صوار دي اللي عاونت بهم في البناء. ما لقيناش كيفاش نديروا له الوالده ثاني طالب بدراهمها. الوالده طالب بدراهمها. هذا السؤال تاعي الشيخ برك يعني كش ما تنصحنا ب واضح. كثر الله خيركم ان شاء الله ينفع بكم الامه كامله. امين اجمعين. ربي يعطيكم الصحه الشيخ ربي يعطيكم. بالسلامه اختي. طيب اجبنا حكيمه من العاصمه. بالنسبة لنوارة من الصيف، نوارة الآن سألت قالت احنا وعائلة في سكن واحد شيخ كمال، أحد الإخوة بناء سكن فوق البيت، الوالدة مع الأول كانت معترضة على البناء وبناه وكمل ويبدو أنه عاوناته كذلك في البناء، الآن هذا الإبن أعطاه سكن اجتماعي وما حبش يخرج من هذا السكن العائلي، قال حتى تغرموا لي الخسارة تاع الدار اللي بنيتها. والوالده الان تقول له نهار الاول قلت لك ما تبنيش. ايه لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه المشاكل يعني شوف الولد كيفاش يعقل الوالد. الوالد يا اخي قالت له يا وليدي يا اخي عطاوك سكنه. يا خليها لخوتك الاخرين باش يتزوج ولا لخواتاتك ولا. وعلى ما يتركهاش. في هذه الحاله واش نديروا احنا معاه؟ نعم. نحاسبوه نقولوا له نحاسبوا لك قيس زوج ملايين كريه واللي سكنت فيها راح تبقى زورك زوج ملايين كريه ولا ثلاث ملايين على كل شهر. أغرم لنا قاعدة القاضة ونغرموا لك البنيان. يقول لي يماه يقول لنا كيما في المحاسبة نحاسبوه على الكراء ولو هات حق الكراء ونعطوك حق البناء نتعاونون ندير حق البناء. أنت تقول لي يماك ما تقول غرموا لي يما من صارت هذه؟ قال غرموا لي خسارتي تاع البيع للسكنة اللي بناها. ما أغرم لنا حق الكريا اللي سكنت فيها. نعم. نقوموا لك 3 ملايين خاصة كانت منطقة مليحة 3 ملايين الشهر شحال سكنت أعطينا حقها ومن بعد نشوفوا نفكروا احنا في المثل إيه سبحان الله. يعني يقول يما بالدرجة يا أخي الحمد لله ربي يفرج عليك يفرج على خوتك فرج على خوتك سبحان الله العظيم يقولوا أنت على يا خلي ربي سبحانه وتعالى يغرم لك خسارة يعني ما ولا نخسر احنا ماشي خسر خلاص يعني ستر ايه هذه بمعنى لما يعطيها الخوه ربي يزيدو يعني ويكرمه ويخلفها له غير يكون هاني. وهذه الام تاعك قالت لك يا وليدي في الاول اول حاجه نتاك عصيتها هكا بنيت بلا اذنها قالت لهم ما تبنيش هو بنى بعد عاوناته البناء ما يغرم منها حق البنيه اللي عاوناته فيه ونزيد وحق كثير الكيرا اللي كرينا له نحسبوا له كيما ميكرو الناس كيفاش يكرو يغرم لنا الكريه ويغرم تاع الامه تاعنا اللي عاونت كبير واش بقى نشوفوا نغرموا لك حق البنيان تاعك يزيد ولا يروح يعني شوف وين اصبحنا معمد يعني هذه الامه تاعك قالت لك يا وليدي ربي يفتح عليك افتح على خوتك الانانيه مش مليحه الانانيه هذه مش مليحه الله يجعل الخير محمد يا رب. هاجر من ولايه مسيله. نعم هاجر السلام عليكم. نعم يا هاجر عندي سؤال شويه طويل هكذا ونحاول نختصر هكذا ومعليش تخلوا لي الحصه الجايه ان شاء الله. تفضلي يا هاجر. الو تفضلي نسمع. شوف عندي عايش كل هنا عندي جدي ربي يرحمه ويوسع عليه كيما نقولوا محمد السيد يوسف ان شاء الله ربي يرحمه ولكل من يسمع فيا يدعو بالرحمه. كان زمان عنده جنان اشجار نتاع فواكه من كل صنف
من بين هذه الأشجار شجرة التفاح. الشجرة هذه كبرت وزادت تسرعت ومشات وصلت للغصون نتاعها من جهة نتاع دار بيت جدي وتجرأ عليها وقطعها. كي شاف خوالي شغل غير مهتمين بهذاك الجنان، يعني مش مهتمين يعني متخلين عليه كليا. الو واصلي ايه، وهو انما شغل كل واحد يعني كيف نقولوا خدامين، كل واحد كوميسار واحد استاذ هكذا وماهمش يعني قاعدين له. لهذا قلت لك هذاك الجذور هذيك تمدت وراحت للجار هذاك، وشغل هذيك الشجره عاودت نمتت من دار وردي. نعم. يعني الاجر نتاعها يروح لجدي ولا للجار هذا، رغم انها تاع جدي هو اللي جرى وقطعها. والجار قطع الشجره ولا لا؟ يقطع الشجره، قلت لك يقطع الشجره. نعم. يقطع الشجره قلت لك قطعها وقعدوا الجذور نتاعها تحت. شغل مشات تمدت ورحت لهذاك الجار، عاودت تطربت من دار وجدي. نعم. ايه. ويعني الاجر هذا يعني بعد ما نفتت الاجر يعني يولي لجدي ولا للجار هذا. رغم انه طيب. تعجب يعني واحد ما يعني موتها هو اللي قطعها، الجار هذا هو اللي قطعها. واضح السؤال، واضح. ايه. وادعوا لجدتي بطاطس اللي ياخذ ان شاء الله بالرحمه، ان شاء الله يرحم كل المسلمين ويرحمهم برحمته الواسعه. المؤمنين والمؤمنين. امين امين يا رب العالمين. طيب شيخنا ابو عبد السلام، هاجر تسال تقول ان جدها كان عنده اشجار كثيره من بينها شجره التفاح هذه. هذه الشجره مدت عروقها ومدت اغصانها حتى دخلت في دار الجار. الان الجار قطع الاغصان وقطع العروق هذه، هل يحق له هذا؟ نعم، بالنسبه لهذا الانسان اللي غرس الشجره نعم ابتغى بها وجه الله تعالى، نعم ينتفع هو وينفع أهله، ولكن هذه الشجرة يكون مأجورا عليها وعلى ما تدره من النعم لو كان نفعها بقي في حدود ملكيته. أما وقد تمدت الأغصان حتى تدلت على فناء الجار، أو مشت العروق حتى أنبتت في فناء الجار، هذا الذي وقع ليس من حقه، من حق الجار أن يحد هذا يعني الامتداد، من حقه أن يمنع الجذور والأغصان. الجذور والأغصان يمنعها، حتى الثمار بعض العلماء يقول ثمار الأغصان التي تدلت وخرجت من حدود مالكها ينتفع بها ذلك الجار. الله يبارك بارك الله فيك، نعم الله عليك. شكرا دكتور كمال، بارك الله فيكم، وشكرا لكم مشاهدينا متابعينا الكرام. شكرا لأسرة الخدمة جميعا، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.